بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات جميعا، أهلا بكم في بيت العائلة، هذا المؤتمر الذي ينعقد في لحظات حرجة تمر بها البلاد. هذا المؤتمر الذي جئنا جميعا فيه لكي نقول رأي المصريين رأيا واحدا وموقفا واحدا، جئنا لنرد على كثير من التساؤلات بشأن 17 مايو، هذا اليوم الفاصل في تاريخ مصر إن شاء الله، هذا اليوم الذي نبدأ به ثورة جديدة لكي تعود مصر إلى أحضان المصريين. 17 مايو البداية، 30 يونيو النهاية، هذا هو عنوان اليوم. نحن ندعو جميع المصريين إلى النزول يوم الجمعة. انزل معانا ومع تيار الاستقلال من أجل إنقاذ مصر. انزل مع تيار الاستقلال من أجل أن تقول لا لحكم الإخوان. صوار أحرار، بداية التيار.